ومن المسائل أن الموفق من وفقه الله عز وجل لاغتنام هذه الأيام الفاضلة، فهي أيام يسيرة، لا سيما أن بها ليلة هي خير من ألف شهر. يعني لو أن إنسانا عمر 83 سنة وأربعة أشهر ليس بها ليلة القدر، فإن ليلة القدر أفضل من عمر هذا الرجل الذي عبد الله عز وجل 83 سنة وأربعة أشهر، فهذا فضل عظيم. والموفق من وفقه الله. وأنتم يا من حضرتم معي في أول خطبة من هذا الشهر المبارك في أول جمعة منه، ها نحن على مقربة من توديع هذا الشهر، كأنها ومضة، كأنها سحابة صيف. فالموفق هو من استدرك ما بقي من هذا الشهر. لربك جل وعلا عتقاء من النار في كل ليلة، كما جاء عند ابن ماجه. فهل استوثقت وتيقنت أنك من المعتقين؟ ربما لم تصبك نفحة من نفحات الله عز وجل فيما مضى من ليالي، أو ربما حصل تفريط، وكلنا ذلكم الرجل. فعلى المسلم أن يغتنم ما تبقى من هذه العشر في طاعة الله عز وجل بالليل وبالنهار، وما هو إلا أسبوع. ثم إذا بنا يهنئ بعضنا بعضا بحلول العيد، ثم ما هي إلا لحظات، وإذا بنا نستقبل شهرا آخر إن قدر الله لنا بقاء، ثم ما هي إلا لحظات، وإذا بنا نستقبل رمضان عام 1440 إن قدر الله لنا حياة، ثم ما هي إلا برهة من الزمن. وإذا بالناس يقولون مات فلان انطوت صفحاته، فماذا قدمت هذه العشر، بل هذا الشهر ومن ضمنه هذه العشر، إن لم توفق فيها لمرضاة الله، وإلا صارت نقمة عليك وحجة عليك أمام رب العالمين. لأن هناك أناسا تحت أطباق الثرى يتمنون أن يخرجوا إلى الدنيا. الله الله في طاعة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.